مشاهدينا، وللوقوف على مزيد من التفاصيل بشأن لقاءات الدكتور العبادي في واشنطن تنضم إلينا موفدتنا إلى واشنطن هيفاء الحسيني. بداية مرحبا بك هيفاء، ما هي أهم محاور اللقاءات التي أجراها السيد العبادي خلال زيارته، وما هي قضية الحشد الشعبي والخبراء الإيرانيين، كيف التعامل معها؟ اهلا وسهلا بك قصي، واهلا وسهلا بمشاهدي قناة الرشيد. اليوم التقى الدكتور العبادي والوفد المرافق له في الكونغرس الامريكي، وايضا التقى مع مجلس الشيوخ الامريكي ومع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وسيكون هذا اليوم عصر هذا اليوم اجتماعات للوفد في مبنى وزارة الخارجية، والاجتماع مخصص لبحث تسليح العراق بكافة أنواع الأسلحة التي يحتاجها الجيش، مثل الأسلحة المتطورة، طائرات بدون طيار، مروحيات الأباتشي القتالية ومختلف أنواع والاعتداء. وبعد هذا الاجتماع سينتقل الدكتور حيدر العبادي مع الوفد المرافق له إلى معهد السلام الأمريكي، وسيكون اجتماع مع شخصيات سياسية أمريكية وأيضا باحثين في الشأن العراقي، وسيلقي الدكتور العبادي كلمة يشرح بها التحديات التي يواجهها العراق في الحرب على داعش والانتصارات التي تحققت في صلاح الدين، وأيضا تكريت هذه في معهد السلام الأمريكي. بعدها قصي سيلتقي الدكتور العبادي مع الإعلام والصحف الأمريكية مثل صحيفة واشنطن بوست ونيويورك تايمز، وأيضا مؤسسات إعلامية لها تأثير كبير في المشهد السياسي الأمريكي. بعدها رح يلتقي الدكتور العبادي والوفد المرافق له أبناء الجالية العراقية في أمريكا في دعوة عشاء كبيرة في أحد الفنادق القريبة من البيت الأبيض. أيضا هناك الكثير في جعبة العبادي من الملفات المتعلقة بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي. هذا اليوم ستكون هذا جدول أعمال الدكتور حيدر العبادي. لكن يوم غد قصي سيكون من أبرز الملفات هو الملف الاقتصادي والمالي اللي راح يكون مليء بالاجتماعات والمباحثات يوم غد. سألتني على الحديث الرئيس أوباما مع الدكتور حيدر العبادي حول إيران وعلاقة العراق مع إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي نحن نتفهم علاقة العراق المهمة مع إيران كجارة، وقال أيضا نتفهم البعض يقول أن أغلب الشعب العراقي من الشيعة والواضح كذلك في إيران. وتحدث الرئيس أوباما نقطة مهمة وقال العراق يتأثر في إيران، ولكن المرحلة الأولى في نمو داعش وظهورها على الساحة كان هناك حشد ميليشيات، يعني اعتبر الحشد ميليشيات لحماية بغداد، وانتشرت هذه الميليشيات، هكذا تحدث أوباما. ولكن أكد أوباما على نقطة مهمة وقال ما نتوقعه هو متى تمكن رئيس الوزراء حيدر العبادي من تنظيم القوات العراقية، بعدها نتوقع أن أي مساعدات خارجية راح تجي للعراق ستمر من خلال الحكومة العراقية. وأيضا قال أوباما بهذه الطريقة نحترم السيادة العراقية، كما أكد العبادي للرئيس الأمريكي باراك أوباما على جعل كل الفصائل المسلحة وأبناء الحشد الشعبي تحت مظلة الحكومة. هذا ما تحدث به في موضوع الحشد الشعبي الرئيس أوباما. أيضا إذا نتحدث قصي عن ما تحدث به أيضا الرئيس أوباما، يعني قال العراق دولة ديمقراطية ذات سيادة، وأننا سنقوم بتنسيق مع الحكومة كونها حليف قوي لما يخدم العراق. ووعد أوباما مساعدة النازحين، النقطة المهمة هي وعد مساعدة النازحين بمبلغ 200 مليون دولار، كما أشاد بنجاح القوات العراقية في التصدي إلى هجمات داعش. والأهم وعد أوباما الدعم صندوق إعادة أعمار المناطق المحررة من داعش. أيضا أوباما
شكر الدكتور حيدر العبادي على الجهود المبذولة في توحيد جميع أطياف الشعب العراقي، لكن النقطة المهمة أيضا إذا نتحدث عنها يعني تحدث عن كيفية التنسيق بين النشاطات العراقية وأيضا دعم الحكومة والتنسيق معها وأيضا حصر السلاح بيد الدولة. نعم. هذا ما تطرق له. نعم. أوباما. أيضا الدكتور حيدر العبادي دعا الرئيس الأمريكي وأيضا الحكومة الأمريكية والخارجية الأمريكية بأن تنفذ وعودها. نعم. مع العراق وأن تكون جدية. نعم. في تطبيق الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق. نعم. والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. يوم غد قصي سيكون يوم حافل بالاجتماعات الاقتصادية والمالية. يوم غد سيكون انتهت جعبة الأسلحة والملف. نعم. الملف العسكري، ويوم غد سيبدأ الملف الاقتصادي. نعم هيفاء. هيفاء شكرا جزيلا لك من واشنطن، مفادرتنا من هناك هيفاء الحسيني، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في هذه النشرة.